اهلا بيكم في برنامج المطبخ. برنامجنا دايما مميز عشان بنعمل لكم الاكل بكل الحب. معاكم نانسي عاشور، والنهارده هنعمل مع بعض التيراميسو. يلا نشوف مقاديرنا. اول حاجه هنبتدي بيها بقى نعمل الصوص بتاعنا. هناخد الكريمه الخفق، اسهل حاجه للتيراميسو. الطريقه دي معتمده، يعني مش عايزه اقول اشهر المحلات بتعمل الطريقه دي. عندنا كل حاجه جديده وجميله. وهنحط عليها اللبن المكثف. لبن المكثف طريقته ايه بقى؟ بنجيب كوبايه من اللبن الباودر، ونحط عليها كوبايه سكر باودر، وكوبايه الا ربع من الميه المغليه. الميه المغليه بتاعتنا هنحط عليها معلقه زبده هتسيح فيها. كل ده هنضربه في الخلاط ضرب بقى كويس، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحطها على النار. هنسيبها على النار كده؟ لا طبعا، لازم هنحطها على النار، على نار هاديه قوي، ونفضل نقلب فيها. محدش يعلي النار ويقول يلا خلاص بقى عشان نخلص، لا خالص. هترجعوا تقولوا ليه يا نانسي كده؟ لازم النار تبقى هاديه خالص، ونفضل نقلب فيها. بتقعد حوالي ربع ساعه لغايه لما الاقي اللبن بتاعي ابتدى خلاص بيفور، اروح قافل عليه واسيبه لمدة ساعتين، وادخله التلاجة. اعبيه في بطرمان بقى وادخله التلاجة كده. اللبن المكثف بقى عندي جاهز استخدمه في اي وقت. احط بقى اللبن المكثف بتاعي واديله ضربة بقى بالمضرب. انا ما بديلوش ضربة كتير، مش عايزة الكريمة بتاعتي تجمد، انا عايزاها تبقى سايلة شوية. احط عليها اللبنة، لان الكريمة لو كانت جمدت معايا هتدخل التلاجة هتجمد اكتر، فمش هتبقى لطيفة. فخليها ان احنا نبقى خليينها سايلة شوية. نضرب بقى اللبنة. هي كده حلوه قوي، مظبوطه معانا. دي انسب حاجه للتيراميسو، ان هي تبقى سايله كده، ما تبقاش ماسكه نفسها قوي، لانها لو ماسكه نفسها زي ما قلت هتدخل التلاجة مش هتبقى حلوه معانا. ونيجي بقى للخطوه الثانيه. زي ما قلت التيراميسو مش بياخد وقت معانا خالص. اجيب اللبن احطه في البوله بتاعتي، واحط عليه قهوه سريعه الذوبان، واحط عليها السكر. احنا بنحط اللبن مش ميه، لان الميه هتخلي لي الطعم متغير خالص. احلى حاجه موضوع اللبن، اللبن بيتخلي الموضوع غني كده وبيبقى طعمه حلو قوي قوي. بتفرق خالص الطعم اللبن عن طعم الميه. جربوها باللبن وهتعرفوا الفرق. نشيل حاجتنا. ودي كيكة شوكولاته. في ناس طبعا بتحب تعملها بالبسكوي، بس بجد كيكة الشوكولاتة بتفرق خالص في الطعم. الطعم بيبقى مختلف، والطعم بيبقى غني كده، والشوكولاتة مع الكريمة اللي احنا عاملينها بتودينا في دنيا تانية. هو صانع السعادة، يعني هناكل كل قطمة. هو ليه طريقة طبعا في الاكل، ما بيتاكلش كده على طول، ليه طريقة في الاكل ان احنا ناكله بيها. هوريها لكم بس تابعوني في الاخر. اجيب بقى الكيك بتاعي وغطسه، ياخد غطس حلو كده في القهوة باللبن، واحطه. احنا ممكن نبقى عاملين الكريمة دي جاهزة في التلاجة عندنا، حطيناها في الفريزر. اعمل منها كمية حلوة هي والكيك الشوكولاتة. جاني ضيف في اي وقت وعايزة اقدم حاجة حلوة، مفيش اسهل من كده. اطلعها من الفريزر واحطها في التلاجة، ونستمتع باحلى طعم حقيقي. الكريمة دي مع كيكة الشوكولاتة جربوها، إحساس ممتع، إحساس السعادة.
ونجيب بقى المعلقة بتاعتنا. ممكن نعملها بقى في كاسات كده زي ما انا عاملة، وممكن نعملها في صينية كبيرة. هوريكم برضو صينية اللي انا عملتها، بحيث هنا ممكن ده يبقى الفرد واحد، مع اني ما اعتقدش ان احنا هيكفي فرد واحد، لان هي المشكلة ان احنا لما بناكل منه بنبقى عايزين ناكل تاني. ممتع، بيودينا في حتة تانية خالص، احساس تاني خالص، صانع السعادة. نغطس بقية الكيك بتاعنا، احنا بنعمله طبقات كده. هو هيدخل بقى التلاجة، الصوص الابيض ده احنا لازم نسيبه في التلاجة، يقعد في التلاجة، بيقعد في التلاجة حوالي ساعتين ثلاثة، هنلاقي الصوص ده مسك نفسه. لان انا لو عملت الصوص ده وكان جامد قوي من الاول، اما يدخل التلاجة هينشف اكتر بزيادة معايا، وانا عايزة استمتع بالطعم، عايزاه يدوب في بقي كده. يعني الكريمة لما تبقى ماسكة نفسها قوي كده، لا جربوها الكريمة تبقى سايلة شوية مع نفسها كده، هي هتدخل التلاجة، لان كريمة الخف مع الجبنة كل ده هيمسك في بعضه. ونحط الطبقة التانية بتاعتنا. ونعمل برضو واحد تاني. طريقة سهلة قوي وبسيطة قوي. طبعا دي بقى تتشرب مع كوباية قهوة. يا سلام بقى لو قهوة عربي، الله على الطعم. ده انا هوريكم كمان بقى، ده احنا المفروض بقى لما ناكله نعمل ايه بقى. احنا هناكله كده زي اي حاجة بناكلها وخلاص؟ لا خالص، دي طريقة تانية في الاكل. ده بقى يعني انا شايفاه لو انت قاعدة مكتئبة او قاعدة زعلانة من حاجة وعملتيه وكلتيه، بينسينا الدنيا كلها خالص. ما اعتقدش خد وقت معانا. وفكرة اللبن زي ما قلت هنا هتخليه غني مع الشوكولات اللي احنا عاملينها. ولسه بقى هندلعها بشوية شوكولات فوق الوش. صانع السعادة. نحاول نخلي الصوص يبقى كتير شوية، اكتر من الشوكولات، اكتر من الكيك. تعالوا بقى نحط بقى شوية الشوكولاتة بتاعتنا فوق الوش. نزينه بقى زي ما احنا عايزين. عندي فراولة، ممكن احط فراولة عليه وادخله التلاجة زي ما قلت، يقعد ساعتين في التلاجة، وبعد كده ابتدي استمتع باحلى طعم. ننظف بس مكاننا. واحنا عاملين برضو زي ما قلت لكم، انا عامله واحد كبير، بس نشيل ده. ونشيل حاجتنا دي. نقدمه بقى بالطريقة دي. نقدمه هي كل واحد ياخد حاجة لوحده، بورسيون لوحده كده، حاجة تجنن. هناكله ازاي بقى؟ نيجي بقى هناكله ازاي؟ ده ليه طريقة، ما ينفعش ناكله كده على طول، ده صانع السعادة. هناخد المعلقة وناكلها ونغمض عينينا ونروح في حتة تانية خالص، لأن هو هيوديني في مكان تاني خالص، هيوديني في حتة جميلة قوي أحس فيها بالسعادة وبالحب. ويا رب يكون عجبكم، ويا ريت تعملوه وتجربوه، ودايما هتلاقوا عندنا الجديد في برنامجنا المطبخ.